سمعوا ورجعوا بالتاريخ شويه. الاهداف الرائعه وانتصار رائع للراجل اللي كان على لاصك. توغل خطير من سامي تاج الدين، سامي تاج الدين والهدف الاول، الهدف القاتل يا ميموزا. هشام ابو شروان في الدقيقه الاولى من الوقت البديل يصلحها سامي تاج الدين، وتاج على رؤوس الايفواريين هشام ابو شروان في المرمى. 1-0 للرجاء، لن يمر الميموزا. قلت بهذه العزيمه بهذا المستوى الرائع من الصعب ان ينقذ فريق الاساك. زكريا عبوب، سيطره واضحه للرجاء. زكريا عبوب يلعبها في مكان مناسب، يمشي سامي تاج الدين، كره مرفوعه ترجع من الدفاع في المره الاولى، ما زالت الامكانيه في المره الثانيه والهدف الثاني. خلاص اساك ينهار، خلاص يا فرانسوا انديلي. 2-0 في الدقيقة 20، لن نمر حتى لركلات الترجيح، سيخلصها الرجاء البيضاوي، سيخلصها في الوقت القانوني. 2-0، ما زالت الكرة إيفوارية ويستعيدها الرجاء، والمرتدة، الكونتر أتاك أوف سايد، ليمكي تشونغ يلعبوا في الدقيقتين في الوقت الضايع، برافو عبد الواحد عبد الصمد، يعيدها لهجمة بيضاوية جديدة، قد تصنع الأمل والفرحة، يمشي من جديد، هشام أبو شروان يترك الكرة، زكريا عبوب على القائم الثاني والهدف الثالث. خلاص القاتل يا رجاء، القاتل يا كازابلانكا. خلاص ألف مبروك الصعود البيضاوي للفاينل. 8 دقائق الآن في الوقت البديل، هدف رابع 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 من رجاء، ربحها البيضاوي، ربحها الرجاوي، رائع جدا. 4-0 اكتساح مغربي لأفيال الكوت ديفوار. 4-0 الهدف آسك، الهدف الرابع لفريق رجاء الدار البيضاء. 4-0 ونهاية مستحق، مباراة ولا في الأحلام. الهدف الرابع من فريق الرجاء، مباراة ولا في الأحلام. ما تنساش هذه المباراة لأن كان جمهور رائع، وكانوا لعابة ديال بصح كيف كان سمعوا عبوب، عبد الواحد عبد الصمد، سامي تاج الدين، وكنت المعلق سوارة شهر في المباراة. تا هو دخل، تا هو داس معاكم، ما كانش تاو الغيس داكشي، راه حتى لهذاك النهار داك سبحان الله العظيم، الله العظيم شي رجاويه ولا رجاوي دعا معنا واقيلا، وحتى واحد ما كان كيقول انه غيدعي معكم بالشتا، لان بعد لافي مع المقبره مع خشوا في المقبرة كتريني وسطات والضو ما كاينش والظلام، لا لا كاع الاجواء كتقول بانكم تاكلوا قتله. وي وي، ولكن فاش كنا لعبنا جو بونس رمضان الوقت رمضان مورا كان عرس رياضي بالنسبه لي الدرجه الاولى، كانت من احسن سواغي دازت عندي واقيله في 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 كره القدم. كان تيران بلوكي تبارك الله، كل شيء فاطر، كل شيء شارب الحريره، واكل الشباكيه، جايين خاص الرجاء تربح. والحمد لله ديك الساعه كانوا لاعبين في المستوى كما كنرجع دائما، فالقوه ديال الفريق هي اللاعبين ديالو. لاعب الرامي ومشيتي تيريتي جوك الاول وتيريتي جوك الثاني ما كيوقفك حتى شي واحد، كل لعبتوا الكره معاهم قتلة، لعبنا معاهم كل شيء في ذاك الماتش هذاك النهار. الدراري كانوا رجال تبارك الله عليهم، ما وقفوش 90 دقيقة داخلين الحرب. كنا كنلعبوا بو لو مايو، كنعطيو بغينا نربحوا، حنا ما باغيين لا فلوس لا والو، دابا كنا باغيين نربحوا، باغيين نمتعوا الجمهور، لانه كتشوف الجمهور تبارك الله. كنتوا كتقولوا بانك هذاك الماتش تربحوا، تربحوا بيان سيغ بربعه، بيان سيغ ماشي بربعه، ولكن غتربح داخل باش تربح، لانه ما عندكش خيار، خاصك تربح. والحمد لله داك الشيء اللي كان، ضربنا الاهلي حتى هي، ضربنا جون دارك، جون دارك عرفتي، جون دارك حتى هي في السنغال، ضربناهم 2-1 في تيرانهم. باقي ناقص سونتريس واحد الكره نيت لسي ابو شروان كان ماركات تبارك الله، تا هو ما كانش كيزقل.